خلينا نتذكر الآية اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. كل الأشياء معا تعمل للخير بغض النظر شو ظروف الحياة اللي بتمر فيها. تعرفوا الكتاب يتكلم عن شخص صديق يوسف الصديق، قول الرب امتحنه، بيحكي عن يوسف كيف بعوه وهو شاب إلى قافلة الإسماعيليين وعاش كعبد بدل ما يكون ابن مدلل، لكنه أحبائي أدرك إنه الله كان موجود معاه والله عم بمشي معاه وساير معاه. وصل يوسف إلى أعلى منصب، الكلمة كانت هي ليوسف لأنه كان الرجل الثاني بعد فرعون، وعندما أنقذ إخوته قال الرب أرسلني لاستبقاء حياة. بعدين بيحكي مع إخوته بيقول أنتم قصدتم بي شرا ولكن الله قصد، يعني حول كل الأمور به خيرا. فإذا كل أمور حياتنا أحبائي لابد أنه رح تعمل وتتحول للخير.